إخواني، قبل ما نتطرق لهذا الموضوع بغيت نبشركم بأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا من نعمه علم جديد، يعني اختراع جديد ليس له مثيل. هذا الاختراع هو عبارة عن جهاز، هذا الجهاز كيتحكم في الهواء. هذا الجهاز تبتكر قبل هذه الجائحة كوفيد-19، قبل بثلاث شهور باش تبتكر هذا الجهاز في مجال البيئة، ديتو الفحص التقني تاع السيارات باش نشوفوا نجربوه علميا تقنيا. لقينا واحد النتيجه ما كناش متوقعينها، يعني تصوروا اخواني الكاربيرون، يعني الشاكمه، داك الملوثات اللي خرجت من الشاكمه، جميع الملوثات اللي قلنا بقى في هذا الجهاز، وخرج الاكسجين بوحديته، اكسجين بوحديته خرج من 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 الشاكمه. وملي بحثنا فيه، تعمقنا في البحث تاعو، لقينا هذاك الاكسجين ممكن يدخل الموتور من تحت في الموتور السياره، وكيساعد في اتمام الحراق هذاك الكاربيرون، يعني كيساعد الموتور في هذاك، وكيولي الموتور كيدور في حلقه مغلقه. ملي لقينا هاد النتيجه مبهره اللي عطاتنا، اضطريت باش نبروبوزيه على واحد الجامعه مغربيه وطنيه، جامعه علميه معترف بها، يعني جامعه كبيره فيها دكاتره في المستوى. وهادي ملي شافوا الريزلت انبهروا ومنحتها لهم باش يبحثوا فيها علميا. ومع جات هذا الحجر وهادي، صافي بقات المساله واقفه، وهما ديجا ديكالاو مع، راك عارف دابا ولا الانسان كيصيفط مثلا كيقراو عن بعد وهادي، يعني خلينا بين قوسين. اضطريت باش نزيد نتعمق فيه. ملي تعمقت فيه لقيت بانه ممكن يخدم في مجال التطبيب، يعني في مجال كيفاش هو، فاش قلت لكم طورته زدت له لي زوبسيون، ولا كينظف وكيحمل معاه، يعني كينظف الهواء من جميع الملوثات، يعني اللي هي معروفه مثلا بحال احادي اكسيد الكربون، ثنائي اكسيد الكربون، مثلا الجسيمات الدقيقه، الغازات الدافئه، الفيروسات، الملوثات، جميع ما يكون في الهواء. يعني الهواء اللي كاين في المحيط تاعنا اللي حنا كنتنفسوا اللي هو ملوث، كيدخل هذا، كياخذوا هذا الجهاز كيمتصوا وكيدخلوا الحجره كينظفوا، وكيخرج من الحجره كيدخل الحجر كثيره كيهز معها داك الشيء اللي حنا دايرين، اللي دايرين حنا اللي بغينا نديروا، يا مواد طبيعيه يا مواد كيماويه. صوره اخي، انا كندخن بزاف، وليت كنحس براسي انورمال، يعني كاينه شي حاجه، كنحس بشي نخصات بشي هادي. ملي درت دوك، دخلت البحث، لقيت دوك لي برودوي اللي هما ناتشورال، انا درت غير لي برودوي ناتشورال اللي هما معروفين تقريبا الاغلبيه غيكونوا عارفينهم. درت هما مواد، هاد المواد كاينه شي 22 ماده اللي درت في هذا الجهاز، درتها على قبلي انا. هاد 22 ماده انا ديجا شي مواد فيهم كنت كنستعملهم بطريقه اخرى عن طريق الاكل، ملي درتهم عن طريق تنفس، يعني عطيونا فداك، عطاونا واحد شي حاجه ما كنتش متوقعها اخوان. تصور ما بقاش عندي داك الالام، ولات عندي الجهاز التنفسي بحال عندي 18 سنه في الجهاز التنفسي تاعي، وليت كنحس براسي يعني هادشي تغير، يعني سبحان الله العظيم. لهذا ملي توصلت لهاد المساله اخي، قلت انا يعني اهم شيء بالنسبه لحياه الانسان شنو هي؟ الصحه تاعه، يعني هذا غادي ينفع في مجال الصحه 100%. وكيقوم بالعمليه تاع 10000 شجره، كياخذ ثنائي اكسيد الكربون وكيعطي الاكسجين بالفيتاس اللي بغينا، بالسرعه اللي بغينا. بالنسبه للناس اللي هما مسؤولين، ما غادي يخسروا والو، غادي يجيو يضربوا طلع على هذا الجهاز، كيف ما كيقول الله سبحانه وتعالى: عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الى عرفوا القيمه تاعو غادي يحبسوا اي العالم، ماشي غادي يحبسوا جميع النشاطات، وغيطرقوا ليه هو باش نعتقوا الانسان والكره الارضيه. يعني راه كيخدم الصحه وكيخدم حتى مجال البيئه، هذا غادي يرجع الكره الارضيه كيف ما قلت لك 500 سنه للوراء من ناحيه المناخ. تصوري يكون عندنا احنا المناخ تاع 500 سنه، وبهذه التكنولوجيا وهاد العولمه وهاد النظام الغذائي، راه الانسان غيعيش بزاف في حياته. انا كنهديها لبلادي، ماشي انا محتاج باش غادي الماتيريال باش نخدمها، او لا خصو يعرفوها الناس، تخرج الناس. انا نهديها للمغرب، انا ما عندي ما ندير بها، فهمت؟ هذا هو المسألة اللي كاينة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.